أؤمن بأن هذا الدين سيظهر على الدين كله ولو كره المشركون. علمتني الحياة بأن الإنسان ينبغي أن لا يضيع من حياته لحظة واحدة في غير طلب العلم وطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن يبني لآخرته دائما وأبدا، وأن يعيش دنياه طالبا لهذا العلم وطالبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. كان الناس يسألونني: كيف أنجزت هذه المجلدات الكثيرة؟ ربما أنا كتبت بهذه اليد أكثر من 150,000 صفحة. كنت أقول لهم أني منذ 50 عاما وأنا دائما أقول لنفسي: كم أنجزت هذا اليوم؟ كم ضيعت من الوقت في عدم الكتابة أو في عدم الدراسة أو في عدم التحقيق؟ ومنذ أكثر من 40 عاما ألزمت نفسي بأنني في كل يوم ينبغي أن أنجز ما لا يقل عن ملزمة، وهي 16 صفحة. وكنت في بعض الأحيان أنشط فأكتب 20، أقول هذه خمرة لغد، قد لا أستطيع في يوم غد أن أنجز 16 صفحة، فأنجز اليوم 20 من أجل غدا يكون عندي 12 صفحة، وقد يحدث حادث لا أدري به. كان الناس يقولون يعني أن الدكتور بشار يضع اسمه على الكتب، وأن الآخرين هم الذين يكتبون وهو يضع اسمه على الكتب. وأنا حتى التصحيح، تصحيحات لبروفات الطبع، كنت أصححها بنفسي. والحمد لله، الحمد لله دائما أن الإنسان يرضى عن نفسه في آخر حياته أنه أنجز شيئا طيبا. وكان التوجه إلى الحديث النبوي الشريف، بالرغم من أنني لم أدرس في الجامعة حديثا، ليس عندي شهادة في البكالوريوس في الحديث ولا في الماجستير ولا في الدكتوراه، لكني أحببت الحديث، أحببت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تشرب في روحي وفي نفسي حتى ملك علي قلبي. كنت أرحل إلى البلدان للقاء المشايخ والاستفادة منهم والجلوس عند أقدامهم وركبهم،